اليوم يقول لك اذا انت ولدت بارفوا نورمال ولا بارفوا سيزاريان سي توت افي ديفيرون سي توت افي نورمال اي لوجيك خاطر بارفوا سيزاريان عندك سيكاتريس لازم تلحم اكسيتيرا لهنا ما فماش واحد يقول لك بعد 3 شهور اذا بارفوا نورمال ولا بعد 6 شهور اذا بارفوا سيزاريان انا ما نقولش هذا جمله راهو كل واحد وبدن صحيح. اليوم انت غير كنت تجرح شويه في بدنك فما شكون السيكاتريس بعد نهار فما شكون تحب له جمعه وجمعتين باش السيكاتريس دونك اليوم انا نقول حسب انت le profil نتاعك شنو است كو انت كنت سبورتيف على باز است كو انت كنت اتليت على باز ولا انت ديبيدونت معناتها ما سيدونتير ما تعمل في حد شيء ولا انت فما برشا نساء ما عملوش راهو سبور بالكل اما كيف يحبلوا يولدوا يلقاو بدنيتهم هكا شويه الكرشك اللي دازت شويه البدن كيف كيف طاح فما تحس البدن تعب معناها ايفيكتيفمون دونك انت باش تعطينا حاجات باش البدن هذا يرجع لل يعطيك الصحه بيان سور بالفولونتي نتاع المراه خاطر هذيك اهم حاجه الفيغور والفولونتي نتاع المراه هي اهم حاجه. باهي اليوم باش نعرف روحي اسكو انا نرجع نترينا والا كل واحد وبدنه يحس به، لازمك اليوم تحكي مع لي مشكل نتاعك، تحكي مع بدنك في ليتا بسيشيك معناتها بسيكولوجيك اسكو انت حاضره من بعد لاكوشمون كي تلقى بدنك هكيك افيك اون ترانسفورماسيون كي من هذيك سورتو البيبي الاولين يقول اغزر كيفاش كنت اغزر كيفاش وليت سي تري امبورتون لازمك اليوم برشا برشا يخافوا منها الحكايه هذه صحيح تاخذ اون ديسيزيون تقول انا سي بون جو سوي بريت كيفاش تعرف روحك؟ كي تعمل حاجات نتاع لا في دو تولي جور انك انت تاخذ دوش انك انت تطلع في الدروج انك انت تهبط من الدروج انك انت تغسل المعون تهز ولدك تحس روحك انك انت بدنك بلوز وما بدا يجي برشا حاجات وبرشا والقومين هذوك عاد ثلاثه مرات في الليل وكشي وقلت النوم والماكله زاده اللي ما عادش نجم تاكل كيف ما كيما كنت اما باش تاكل اكثر من العاده ولا باش تاكل اقل ياسر من العاده صحيح لازمك اليوم تعمل ماكله ايكيليبغي خاطر ما تخممش كان في روحك برك راك تخمم في روحك وفي البيبي نتاعك دونك اليوم ماكلتك راهي لزوز من الناس داكوغ معناها قبل ما نبداو لي زيكزارسيس ودنيتنا الماكله هي اول حاجه نخمو فيها اهم حاجه داكوغ انك انت اليوم تبدا الغوبريز نتاعك بشوي بشوي تو دوسمون ما لازمنيش نقول هيا انا تويك سي بون قعدت ثلاثة شهور في الدار هيا تو مش نرجع فيسا فيسا باش نرجع بدني كي العاده لا لازمك الرجوع يكون بشوي بشوي على خاطر فما مشاكل تنجم تاع لا يقدر ما تنجم تصير لنا اللي هو باي اكزومبل اني انا تصير لي ديشيرور فك البلاصه هذيك اني انا باي اكزومبل فما سانيومون انه بعد كي تنشوفوا الحاجات اللي كي نشوفوهم ونحسوهم امبوسيبل لازم نعمل اكتيفيتي فيزيك خاطر فما حاجات كي نحسهم في بدني ونشلق بهم في بدني ما لازمنيش نبراتيكي الاكتيفيتي فيزيك اليوم فما حاجتين فما لا ريدوكاسيون اني انا كيفاش نرجع بدني في لا في دو تولي جور وفما الاكتيفيتي سبورتيف لا ريدوكاسيون هي تتعمل في البارتي بلفيان معناتها اللي هي معناتها كيما نقولوا البا دو فونتخ ولا من تلفين تتحط زريقه اللطف لا يوريها يا ميمتي effectivement donc اليوم فما عاد عن تجربه راني نحكي فما دي كونتراكسيون فما دي اكزرسيس جوست يل سوفي باش نكبس ونرخف بشويه بشويه المشكل هذاك دونك بشويه بشويه تورينا شويه عاد عنوانك ما يسالش عندنا كاميرا وعندنا دني جوست تورينا شويه كيفاش تكبس هكا وتحل سهله يل سوفي باش نجبد النومبري نتاعي نجبد النفس بالكدا داكوغ اوتوماتيكمون النومبري نتاعي معناتها صورتي تتجبد لداخل اوتوماتيكمون راهو الكونتراكسيون باش تصير وتخليها غادي قد ما تنجم تخليها تخليها شد النفس لا ما تشدش النفس ديما تتنفس من صورتك لداخل برعادة والا انا قاعد هكا عادي اون ديغي بواحد باش يضربك على كرشك شنو تعمل؟ تكبس نكبس بيان سور اكبس وارخف اكبس وارخف سي لارجومون هذايا حتى وانت تبدا قدام الاورديناتور نتاعك على شختي رجعت تخدم كملتك الشهرين هذوك نتاع الامومه باش ترجع تخدم دونك اسمع وقتاش تبدا لي زيكزارسيس هذايا المراه اللي هذايا كي تحس بروحها حاضره فيزيكمون تجرب تيستي داكوغ دونك تكبس شويه كان وجعتها دونك لا ايوا كنت تسمع فيا مدام كان وجعتك مش لازم خليها تو تتنحى على روحك مدام ما تفرسيش على روحك راه سي تري امبورتون اذا اليوم فرسيت على روحك راه فما دي كونتر انديكاسيون بعد مش لمصلحتك الله لا يقدر فيك علينا خذوا وقتكم تلهوا بالبيبي نتاعكم ومن بعد كانتم توجيو ما تخافوش راهو فاش تنحي وترجع لتام نتاعك انيسيال شويه وقت وبقدره لي لا ترجع كي يهنيك يهنيك ربي محليك اعطينا زيد اعطينا شويه باهي شنو هما الحاجات الكونتر انديكاسيون اللي ما لازمنيش نعمل فيها الغوبريز داكتيفيتي فيزيك اليوم السانيمون اباندون معناتها اني المراه ديما فما سانيمون وديما معناتها موجوده سانيمون كل ساعه وساعتين هذيك امبوسيبل تنجم تعمل اكتيفيتي فيزيك الدولور انتونس في البا دو دو والا في الباسان يبدا عندها دولور كبيره برشا انسبورتابل ما تعملش اكتيفيتي فيزيك استنى حتى لين تخف دولور انتونس سويت
à une déchirure qui m'a connu قبيله حكينا اذا فما حاجه معناتها مش تتفتق ولا مش تتفزر ماذا بيا جيفيت ونخلي حتى لين تلحم وتشد وتشد بلاصتها بعد قديش خلي تاخذ وقتها ما عندناش حتى نعاودوا ناكدوا بربي مش هكا تولد من هنا تولي تحب تنقز وتعمل وكل خلينا بالسياسه 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 بالسياسه, بالسياسة. اي دولور جينا حاده اذا انا نعمل ليزاكتيفيتي نتاعي نتاع تولي جور كيما قلت لك قبيله نطلع ليزيسكالي نهبط ليزيسكالي نهز ولدي من الفرش نطلع ولدي من الفرش هذاك اذا جاتني وجيعه ساكار ريان باش نعمل حتى اكتيفيتي فيزيك راهو كله في مضره ليك انت داكور دونك هذوما الحاجات العوارض اللي ما لازمنيش معناتها كي نشوفهم نعمل اون اكتيفيتي فيزيك كي انا ما عادش نحس بهم توا هذوما وقتها نقول هاي توا باش نبدا بشويه بشويه الاكتيفيتي فيزيك نتاعي شنو هما الحاجات اللي في بدني لازمني نبدا بهم فوالا هاي سيدي نبداو بالبارتي نتاع الكرش اللي العباد الكل تقول هاي عقدة حياة الكرش كيفاش نعمل شوية كارديو كي نقول كارديو راه نجم يكون عندي دروج نطلع ثلاثة درجات أربعة درجات ونهبط سي دو كارديو نجم يكون أنا عندي بوسيت نعمل بلاد بولدي ولا بنتي نازل بوسيت ونمشي نخرج أنا وولدي ولا ماخش معناه ماخش داكوغ ليسونسييل نحاول باش نعملو أجان كي نعمل أجان قبل الفطور نحرق أكثر دي كالوري ونخلي ديما بدني ينقص في ساعة على الخوي البنات هذين ماشي على الخوي ماشي على الخوي واطلع في الدروج وابط على الخوي ليسونسييل ما تحسش بروحك قاعد تتوجع والا تعمل في اكتيفيتي صعيبه داكور وميم طون فما دي زيكزارسيس نجم نعملهم انا ولدي كيما باي اكزومبل نقعد على الجنو نتاعي ونخلي يدي طوندو اللي هي بوزيسيون كود ريكوبيديك ولدي اللوطا نهبط اللوطا نبوس وندغدغ ونطلع نهبط اللوطا نبوس وندغدغ ونطلع حلوه باهي دونك تلعب انت افكتيفمون تلعب انت والبيبي وميم طون قاعد ترونفورسي في البارتي الكل مي باغ كونتخ رود بالي لازمني ظهري الكل يكون مستوي نحافظ على الاس هذيك اللي موجوده في الظهر ايوه ونحافظ سورتو البارتي سيرفيكال ما نخليهاش اللوطا ما نطلعهاش الفوق خاطر توجعني بعد داكور دونك هي شنو نعمل فليكسيون نتاع الكود نتاعي باش تخليني نهبط فوالا الترون تاعي ولا البوترين تاعي هما اللي يمسوا في ولدي الى الامام شويه هكا ندعبوا ولا ندعبها وبعد كي نعاود نطلع ندز بدايه كي العاده واوتوماتيكمون كي مش ندز باش نكبس الكرش فوالا اوتوماتيكمون باش نكبس زاد اللي يورا الاوموبلات اللي هما العظمتين التلانين اللي شاديني هذا اكزرسيسات ساهلين فما برشا اكزرسيس كيف هناك كيما باي اكزومبل نقعد كيف كيف على ركيبي وعلى يدي نحاول جوست باش نطلع ساقي التالي طوندو اللي هي ما لازمهاش تفوت الكولوم فيرتيبرال نتاعي ما لازمش تطلع برشا اذا انا هكا نطلعها جوست الكولوم فيرتيبرال ونعاود نراجعها باش تكون مستويه معناها جوست هكا ابين تطلع شويه ابين باش معناتها جوست ساق بساق وكيكا بشويه بشويه راهو ليكزارسيس كي نخدمو بشويه اصعب برشا من اللي نخدمو بالكل وقداش من مره مثلا انا ما خليني يكون قداش من مره انت وبدنك اليوم خدمت تسع مرات غدا تخدم 10 بعد غدا تخدم 12 بعد هذوما لي زيكزارسيس اللي بالبوا دو كور معناتها بدنك انت اخدم قد ما تحب ما تخافش على روحك اجان هذا باقي اجان الكارديو اجان الرونفورسمون تنجم تعمل اوتوموم حتى تلعب انت ولدك كيما قلنا والا انك انت في البوز نتاعك ان ولدك رقد ولا بنتك رقدت تقول يا خليني نجي نتحرك شوي فهمتني دونك نجم نعملهم لي موفمون هذوما كل يوم باهي غير كو انا تو باش نعطيكم اكزرسيس سهل على الاخر كلكو سوا انا نلعب مع ولدي ولا انا نقضي في الكوجينه ولا انا حتى ريقت في الفرش راهو الفينومين نتاع الخدمه نتاع الابدو هي لو فيت دو كونتراكتي الابدو نفس الاكزرسيس اللي عملناه قبيله نجبد النفس والا نكبس الابدو معناتها بالكدا ونرجع نكبس بالكدا تخسرت عاودها نجبد النفس نجبد النفس مي كي نخرج النفس بفمي لازم يخرج من كرشي فوالا بشوي بشوي ونعاود نجبد بخشمي دي زيكزارسيس ساهلين تعاوني على الريسبيراسيون تعاوني على كبسان الكرش او ميم طون نخلي ديما البوستور نتاعي حاضره يزيونا من هكا فوالا ويزيونا من هكا نطبسو هي هكا راهو مربوطه برشا حاجات مع المراه اللي مازال توالده كتبدي للكوش والا باش تداوش للصغير خد الصغير باش تداوش له في بانو دونك هكا باش توكل دونك بالحق البدن باش ياخذ فورما نتاع هالاكتيفيتي هذه اليوميه اللي تتعمل درا قداش من مره في النهار كيفاش ما ناخذهاش الفورما هذيك كل موفمون نعملو لازمني نكبس بدني الكل نقول باي اكزومبل باش نهز انا اليوم ستيلو في بلاصه ما نهزو هكا بشويه ونطلعو معايا نحاول باش نكبس بدني بالكدا نهز ستيلو جو ميتريز ستيلو اون ديغي حاجه رزينه ماهي مش رزينه نهزها ونعاود نراجعها فماش دي موفمون بريسك معناتها ما نحاولش باش انا اليوم نقول غولاشي هالغولاشمون هذا اللي يصير لك راه قد ما تعمل غولاشمون قد ما من بعد يستحق لك برشا وقت باش تعاود ترونفورسي
فوالا دونك المرأة اللي والدة واللي تحب ترجع بدنها هكا شوية وتنحي الكرش وتنحي التهرتيلة نقولينا فوالا يلزمها تعمل لي زيكزارسيس هذوما اللي اللي معناتها باش معناتها ديما تكون في فورما وباش هي ديما تكون تكبس بدنها الكل. هذه البارتي بالكرش وقلنا فما زاد بارتي اللي هي تعاون برشا اللي هي الظهر خاطر فات مربوطين ببعضهم ريتا والغروسيس كرش قدامي اكثر حاجه توجع هي الظهر الظهر صحيح خاطر معناتها ربي يكون معاها المراه كي الكرش تبدا قدامها دازه البوال كل على الظهر صحيح دونك اوتوماتيكمون يلزمني انا من بعد لاكوشمون رنفورسي زاد ظهري ولي ميسكل نتاع الظهر اللي يتجبدوا ديجا مع الكرش القدام صحيح دونك يلزمني هذوكم زاد نخدموا فيهم دي زيكزارسيس سبيسيفيك ان شاء الله نخصصوا لهم معناتها حلقه كامله معناتها ان شاء الله مي غروسو مودو تخدم بشويه بشويه الكارديو نتاعك دو بريفيرونس تكون اجان باش تحرق اكثر دي كالوري تميلونجي ولا تمكسي كيما نقولوا احنا بين الكارديو والرنفورسمون مسكولير خاطر تنجم تطلع شويه في الدروج وتهبط وتخدم ان بو دو غيناج ولا تخدم الاكزرسيس اللي عطيناه تويكا ومن بعديك تخدم او موا اون فوا بار جور لي زيكزارسيس هذوما اللي ما يدوموش ربع ساعه ربع دراج فوالا باش نسالك انا مهم برشا 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 هذاك علاش باش نقول لك قداش يدوموا هالي زيكزارسيس هذوما في النهار باش المراه ما توهقش شوف احنا نسيرنا تلمو عنا مسؤوليات وشي السبور ديما اخر اهتماماتي اغلبيه نسيره فما نسي محليهم يهبلوا عندهم وقتهم في السبور وكل شيء لكن اغلبيه نسي تلقاها واهقه كي تقول لي انت درايجين ربع ساعه تشيخ تقول لك داكور وتقولها دروج الدار وتقولها طلع مع ولدك دونك حاجه ياسر اشنو كل مره يجيني يروح لهنا اشفا شنو انت ميتيو باهي يا سيدي دونك ميرسي بوكو كوتش عايشك يعطيك الف صحه دونك الكوتش باش يكون معنا كل يوم كل يوم كل يوم ان شاء الله بقدره ربي من الاثنين للجمعه في نفس التوقيت ادومان ادومان ان شاء الله ميرسي عايشك نذكركم انا بحاجه قبل جاتني ذي نتاع الواحد ميتيو نذكركم انا بالسونداج اللي باش تلقاوه على باج فيسبوك وانا قلنا لكم فيه سؤال كيف راجلك تسالوا انت شنو طيب اليوم شنو يجاوبك يدبر راسك يا شاهي اكل حاجه والا ما تقراش حسابي في الفطور فوالا دونك فرق قلبك وقول وخلينا نشوفوا الميتيو ربي كذب قويلك انت من قبيله درفش تقول تفضل اليوم الدنيا ماكله بعضها شويه راهو عندنا شويه درجه انذار عاليه في برشا بلايص شويه الفه بالطريف بالطريف صحيتك سيغتو ردوا بالنا من برشا بلايص يلا يا فام ميتيو عسلامتكم ومرحبا بكم على إيافا محلى غاديو اليوم الاثنين 14 سبتمبر طقسنا مازال متقلب ومازالت امكانيه الامطار الرعديه في الشمال والوسط وشويه في الجنوب باش تكون قويه خاصه في ولايات نابل سوسه مستير والمهديه وفي العشيه في صفاقس قابس ومدنين الكميات توصل ما بين 40 و 60 ملم وحتى ل 90 ملم ويمكن معاها التبروري اما بالنسبه لمناطق الشمال والوسط الغربي باش تكون الامطار متوسطه نوصيكم باش تردوا بالكم خاطر كيف تصب برشا امطار في وقت قصير نجم تتسبب في فيضانات وتقلق الحركة في السوقان وتنقص حتى من الرؤية. المعهد الوطني للرصد الجوي يحط ولايات سوسة مستير والمهدية على درجة انذار قوية برشا ويوصيكم باش تنقصوا من الخروج إلا في الحالات المهمة ياسر وتستحفظوا على رواحكم. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم ما تبعدش على يوم اللي تعدي وتكون أعلاها بين 22 و 27 درجة على المناطق الساحلية والشمال والوسط وبين 29 و 33 في باقي الجهات. باش نسجلوا في العشية 26 درجة في بنزرت 24 في نابل وسوسة 25 مستير والمهدية وعنا في المناطق الداخلية 24 درجة في بيجا 22 سليانة والكيف 21 في سيدي بوزيد والقصرين 32 درجة في توزر و 29 في قبلي أنا نرجعكم الساعة الجاية بحوالي الطقس وانتم ما تبعدوش خليكم برانشي على إي أف أم وبرامجنا يونسوكم بعد شوية مازلنا مكملين مع وجهة الجندوبي في المدام وقبلها نخليكم مع الأخبار يا فهم طوال 11 في تونس ماضي ساعتين في دبي
أخبار الاثنين 14 سبتمبر مع سلمى هلال. مرحبا. مرحبا. درجة يقظة قصوى اليوم خاصة في ولاية الساحل وجابس وصفاقس، وأمطار قوية برشا يمكن تأثر على الأنشطة اليومية والحياة الاقتصادية لمدة أيام. وأكثر تفاصيل قدمها الإي إف إم محرز الغنوشي مهندس أول في المعهد الوطني للرصد الجوي. مازلنا معنيين بتقلبات جوية غير فعالية بقية هذا اليوم والليلة القادمة بدرجة أولى في المناطق الشرقية. اليقظة في أعلى مستوياتها في جهة الساحل، في سوسة، في المنستير، في المهدية، لتقع كمية الأمطار تصل حاليا إلى 90، وديما نذكر فسيات السحب الرعدية الخريفية يكون الأمطار تنزل بكمية هامة في حيز زمني وجيز، علاش نبهو من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المخلطة، المناطق القريبة من الأودية والسدود. يقظة في مستويات عالية نسبيا أيضا في جهة الوطن القطبي، في ساقة في فترة ما بعد ظهر جابس ومدين خلال آخر نهار والليلة القادمة، هطولات أمطار نسبيا هامة قد تتراحم بين 40 إلى 60 ملم، فوق تساقط البرد وظهور صواعق في أماكن محدودة، وهبات رياح قد تتجاوز مؤقتا مستوى 90 كيلومتر في الساعة. بالنسبة ممكن تطور الوضع الجوي يوم الغد إن شاء الله، في سلسلة تقلص الفعالية في الاضطرابات الجوية. صباح الغد إن شاء الله باش نكونوا معنيين ببقايا أمطار وأمطار متفرقة ممكن في المناطق الساحلية الشرقية، فيما بعد ذلك عودة فترات مشمسة تخليلها بعض السحب العابرة. اليقظة مطلوبة، الحذر مطلوب خصوصا في المناطق الساحلية الشرقية وصولا لجابس ومدين في الليلة القادمة. ثلاثة محامين مرسمين في جدول المحاماة في تونس يمارسوا المهنة بشهادة علمية مغشوشة، ووكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس يتعهد بالملف. أكثر تفاصيل قدمها لنا المكلف بالأعلام في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وائل لونيفي. ثلاثة محامين يمارسوا في نشاط المحاماة بدون شهادة علمية واضحة، والهيئة قامت بأعمال التقصي والبحث. الملف هذا فيه زوج مسارات، مسار إداري ومسار جزائي. بالنسبة للمسار الجزائي توصلنا بمكتوب من عند السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، يقول لنا فيه أنه حال الملف على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهد ومزيد من الأبحاث والتقصي. بالنسبة للمسار الإداري فإنه هيئة المحامين بعد ما راسلناها تم شطب المحامين الثلاثة هذوما اللي مقيمين فرنسا من جدول المحاماة في تونس نظرا لثبوت وجود شهادات علمية مغشوشة وغير قانونية. رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي يقول إنه تطبيع العلاقات مع إسرائيل من الدول الواقعة تحت السيطرة مقبول، وهذا في جلسة نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن. لحظة اللي التطبيع يقع من بعض الدول اللي هي بالأساس بحرين، الإمارات، وربما السعودية، هذه كلها دول تحت الوصاية. للأسف الشديد نحن أغلب بلدان العربية اليوم أصبحت تحت الوصاية، فقدت استقلالها، الاستقلال الذي ناضل من أجله الأباء والأجداد فقد. التطبيع من هذه الأنظمة التي تحت الوصاية مقبول لأن أوامر من أسيادهم، وهم يعلمون أنهم خايفين من الموجة الثالثة من انفجارات الربيع العربي، وبالتالي فليطبعوا. والشعوب لن تطبع، في آخر المطاف ستأتي دورة الشعوب يرمون بكل هذه الاتفاقيات في المزبلة. بقية أخبارنا في عناوين. ينطلق غدوة نشاط السبيطار الميداني في استاد المنزه. الإيواء المصابين بكورونا بطاقة استيعاب 86 سرير مجهز بآلة تنفس. في قفصة تواصل تعطل مخبر التحاليل البيولوجية وانتظار نتائج 100 عينة من 3 أيام، وآخر نتائج اطلقتها الجهة ترجع ل 7 سبتمبر. الجزائر تشهد اليوم وغدوة زوز محاكمات في قضية كريم تابو وصحفي خالد الدرارني واللي تم إيقافهم في الحراك اللي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. إيران تنفي مورد في تقرير أمريكي بخصوص تخطيط طهران لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. أخبارنا جاية نص نهار، وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على إف إم تي في على اليوتيوب. شفتك تلخبط فز قلبي ونط، انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط؟ شفتك اتعذب قلت لما تعب، العيون دي بحر حنية بس
تمنيت وصبرت وشكيت ومليت بالحب كاسي تمنيت والدهر غدار غدار مع وجيه الجندوبي لحديش وثمانية دقائق رجعني لكم مع مدام وجيه. الحقيقة فما غريبة صارت وحادثة صارت ليمات هذوما اللي تعديوا. شابة تونسية قاعدة تستعد للعرسها، تحضر في عرسها، دخلت الكلينيك باش تعمل عملية تجميل شفط، أما للأسف توفيت وهذه معناها حاجة كي تسمعها ياسر توجعك، وأمام طون الحقيقة تبهت على خاطر العمليات هذوما قاعدين يتعملوا برشا ويظهر لي التطور وياسر الطب في العمليات هذوما. دونك باش نعرفوا أكثر تفاصيل معنا بالتليفون أم راوية الفورتي البنية الشابة اللي توفيت، نشوفوا الحكاية هذه في شنو الحكاية. ألو صباح الخير. صباح الخير مدام عفيف بوبكر، أول حاجة البركة فيكم، عايشك عايشك وربي يرحمها راوية وربي يصبركم. عايشك عايشك سامحني دموعك غالية برشا، سامحني وبارك الله فيك اللي جيت معانا وبش تحكينا في تليفون. كنت تحكينا معناها على الحكاية بالضبط، قول لنا أنت شنو صار بالضبط. بالضبط هو مشينا من ساق في تونس مشينا لهذه ربع نوخ وصلنا كيسا متاع العشية خلنا بانغ كما تعرف عملنا دوسي وفيت سيرفيس تعاو طلعونا الشامبر 4 ايتاج كيسا الشامبر 412 خلنا اكيكا جيت للمتا طعملنا في عملة كتراساج هي شفت الدهون وبعد قليل ما تديني الفلوس فهمت وتحبهم اسبيس عطيتهم لها اسبيس 8000 خذيتهم حطيتهم في ساكرة قلت لها بيجو راوية وشيت قلت لها انا اسكو باش يصيروا دي غوزون حاجات هكا حبيت تعرف انا قلت نو 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 قلت لها قداش لوبيراسيون الحكايه هذيا قالت لي اذا كان ماكس 3 زور ان ديباس با لي 3 زور فهمتي ايوه هكاك هي مشات وجات وهزوها راوي عمتي باي باي ومشات من خمسه تاع العشيه حتى ل 11 غير با وانا متقلقه نسال حتى حد ما حب يعطيني تقلقت قديش تعدى وقت سامحني مدام من خمسه تاع العشيه ل 11 غير با وانا ما عندي حتى خبر الخمسه قالوا لقاوني نمشي ونجي في الريسبسيون وانا متقلقه جاني سورفيون جينيرال قال لي مدام انت امراه خذوا اي قال لي راوية صارت لها بيرتيوباسيون هكا صغيرة وراهي الي غراف الي غراف مرتي تقول لي الكلمة هذيا الي غراف قلت لها كيف هي غراف اما نهزني انا طنيت بنتي مشات للرياض قلت وزني للرياض قال لي نو مدام هما قالوا لي كنتي هذوما باش نعملك فيهم قلت له كيفاش مشى قال لي بون هانتو نرجع لك انا قعدت داخلة بعضي هبطت سوسول نلقى روحي في كاب في مارك دخلت بعضي عاودت طلعت قلت لهم قولوا لي شوفوا لي البلوك عيطوا لي الميدسان هكاك رجع لي
قال لي بون مدام هيك هيك تحسن عندكم صار دوغيفي عندكم ريانيماسيون خنشوفها. قال لي ما نجمش وبعد كان في التليفون وبعد رجع لي قال لي اني نهز طلعني ستيام ايتاج ولا سيزيام ايتاج ما عرفتش دخلت في البلوك لقى الميدسان قاعد شتني على البلوك في الاخضر تبكي انا عملت لها كبراسي بنتي قالت لي مدام ديزولي عملت كل شيء عملت المستحيل مش نعطيها شانس عطيتها اكثر من شانس ديزولي قلب انا في الحاله دي قلت لهم خرجوا لي بنتي باش نشوفها خرجوا لي بنتي انتوبي بصوند انتوباسيون بالكانول بالكل شيء مسفيها دخلت بعدي قلت لهم يمكن ياسر بنتي انا توا وكان تحطوها في ماشين ترجع قعدت ساعه ونص ساعه وانا نبكي والميسان بحكي سكت فيها وقلت لي دايا نشوف بنتك اشبع بنتك درا شنو وانا وقتها مانيش في حاله باش نتكلم بعد قلت لها قلت لها ميت دكتور باش بنتي ماتت كيفاش ماتت قالت لي بون احنا جبدنا شحم يا شحم دخل في الدم يا اخي دخل في الدم شحم شال شرايين القلب وعم طاري كاردياك كي قعدت انا في العبيد سي باسا بنتي كي دخل الشحم اول حاجه يعملها يقفر البعومه اول حاجه وبعد تمشي للقلب بهينا قعدت بحال بنتي حتى مره عملت حلمت فم الصحيه بيرتوربي دخلت عافها وانا مانيش لاهيه بها اصبح قالوا لي تبشي احنا نعملوا لها نشرحوها نعملوها اوتوبسي قلت لهم نون جامي انا مانيش لقيت حاجات اخرين قلت لهم لا 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 بنتي كيما جات كيما جات روح بها كيكا معناها سامحني هما قالوا لك اوتوبسي باش معناها بتشريح جثه باش يعرفوا الاسباب الحقيقيه عندهم يعطيك الصحه عندهم هما يحبوا يعرفوا ما هيك هذاك هم مش حابوا يعملوا قلت لهم انا لا 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 فهمتي قالوا لي اوكي انا عندي حبيبتي افوكات سمعت بالحكايه جات عزيفيه غادي في الكنيسه كي قالت لي هيك قالت لي خلينا ندخل نشوف اش تما دخلت قالت لي احكي لها الميدسان قالت لي حكايه ما نفهمهاش انا فهمتي انا عملت اللي عليا وجي في مون دوفوار وخدمت بيا اما ممكن 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 غلطه بلانيستيزيست قالت لهم يعطي عشان ما خلاهمش السلامي سيدي قلت لهم انا جيت كمعناتها زايره شوف باش نعمل خدمتي كهو عطاوني ورقه قالوا لي برا امشي جيت ديك نتاع الجثه معناتها باش نلقوا جثه عند البلاد بعثوني لو بارتو معناتها يعني هذاك الشرطه كي مشيت لو بارتو قالوا لي كيفاش ما علمتناش احنا الكلينيك ما علمناش بالموت هذايا لا والبنيه صغيره 28 عام وهذا ماهوش اري كارديا خاطر هي كاتبه للميدسان اري كارديا هذا موت مستعب وسمحنا مدام احنا باش نعملوا جثه كي مشاو عينوا الجثه النيابه العموميه طلبت التشريح جستمون على خاطر وخرج كوميونيكي قالوا الي الكلينيك عيطوا للنيابه العموميه معناها صحيح الكلام هذا؟ لا انا عندي لا لا مش صحيح عندي يعني لي كوردوني الكل عندي الاوراق الكل عندي كل شيء ما يثبت اللي المركز النيابه العموميه ولا توني فون وانا تلموني شوكيت على بنتي نجيت لرئيس المركز قلت له لا لا ما نعملش التوبسي بنتي راح فيها قال لي كنجيب ليزافوكا نتاع الدنيا الكل ايوه صحيح يلزمها تتشرح فهمتي مسكين في برشا حاجات وقت جاني شك وقتها انا جاني شك معناها انتم توا تستناو في تقرير طب الشرعي يعطيك الصحه التقرير الاولاني يخرج بعد جمعه أيوة. بنتي عندها التوبسي نتاعها نهار الاربعاء على الناس لا يخرج نهار الاربعاء الجايه ممكن وكيل الجمهوريه يسمعني كما قال الافوكا وممكن ما يخبركش وقتاش يخبرك في صح يعرف قصه اما ابخي فان جور فان سانك جور وقتها ينجم قتل يقول لك وهي تهبط سيكونس فيديو تقول اللي هي مش خطأ الحمد لله اللي الطفله ماتت موت طبيعي ايش تقول هي توقعات في السيكونس وتحكي هكايا وهذا هو اللي صار انتم مدام عائل تراويه شنو اللي طالبين بالضبط؟ كيفاش احنا عائل تراويه شنو اللي طالبينه بالضبط انتم؟ شنو اللي انا طالبه توا نحب نعرف بنتي باش ماتت كيفاش ماتت؟ خاطر كل مره يقولوا لكم حكايه معناها يعطيك الصحة ولانيستيزيست ما شفناهاش جوج جات لبيت البنتي قالت لها اسكو تتكيف اسكو تشرب اسكو تدير شنو قالت لها لا بنتي عملت بيلون كامل على بنها ديجا البيلون خذيته وانا من الكلينيك ما عندها حتى شيء وجيت ما عطاوني حتى شيء ما عطاونيش مثلا الفاكتور المخلصة ما عطاونيش اوراق حتى شيء عطاوني كل شيء ورقة تقرير اللي هي ميت اغي كاردياك هذه يزها للولاية ومركز الشرطة
بوان على ميني كيفاش عطاوني فهمت ربي ان شاء الله كيفاش غدوه كيفاش غدوه باش ناخذ انا لا بون سورتي نتاعي نخرج قالت لي نو نو مدام انا مكاينه انا فخفي كل شيء هي مراه يبغى فيها غلط تهرب من تيليا ومن درا شنو ما تخدم ديسكريتمون فهمت وانا ما عرفت حتى شيء معناتها ما عرفت حتى شيء فهمت هذاك هو اللي صار كاو لله باش نقول لك ربي ربي يرحمها وربي صبركم يعيش مدام ابو بكر ربي صبركم وان شاء الله ربي يعيش. يظهر الله. الحق ان شاء الله الله يرحمها وينعمها وان شاء الله مأواها الجنه هذاك شنو امين يا ربي امين يا ربي يعيشك يعيشك بارك الله فيك شكرا مدام ابو بكر اللي جيت وحكيت وقلت وانا يسر قلبي وجعني سامحوني نتعداو البيب ونرجعوا بداية من الاثنين
23 دقيقة. مرحبا بكم، مازلتوا معنا في المدام وجهة. باش ندخلوا للغبريك أخرى أنا ياسر الحقيقة نحبها، غبريك باش تتلهينا بصغيراتنا لي بيبي سورتو اللي مازالوا كيتولدوا، باش نعطيو شوية نصايح لي مامون جدد اللي يمكن ما عندهاش تجربة كبيرة في صغيرات. دونك إذا كان صغيرك ما حبش يسكت مثلا وديما يبكي، نسألو زعما نقولو زعما شنو السبب، شنو نعملو باش يسكت. وهذايا أنا خيرت باش نسأل فيه كبارنا، هذاك علاش نمشيو لغبريك اش قالت ميما. أهلا وسهلا ميما عايدة حياة، يعيشك مرحبا بيك. يفضلك عايشة، شنو صحتك؟ الحمد لله الحمد لله، منور استوديو. يعيشك يفضلك يعيشك مرسي. حبينا نسألو وبرشا نسي تسألو، أنا بيجي كيف جبت ولدي، ولدي ديما يبكي. ساعات نقول يا ربي شبي سامع ليش شفما جو بانيك ساعات، نقول مش مازلت كيف بدلت له، مش مازلت مثلا كيف وكلته، مازال كيرقد شبع بالنوم. وساعات البكية ديما متواصلة، حبوا نعرفوا شنو نجموا نعملوا مع صغير لي البكي. البيبي حبر ما يتولد يبكي إلا حاجات معينة، يبكي مثلا كي يبدا مبلول، يبكي جيعان، يبكي مثلا عنده حاجه توجع فيه، صحيح يبكي عنده غاز، فوالا فهمتي، يبدا عنده غاز فهمتي، يبكي على حاجات معينه مش ديما يبكي كل شيء. اذا كان عنده غاز مثلا الكول مونت في ساقي في كرشو في ساقي في ساقي هي. وحاجه اخرى، البيبي وقت تولد عمرك ما تحي له الكلاستو، ولو في الصيف ما تحليش كلاستو فهمتني. والام ماذا بيها ما تمشيش حافيه خاطر اللي يرضع منها اي يرجع له الغاز اللي هو داكوغ ما ينجمش. والا يبكي صرته توجع فيه، صرته توجع مش مداويه وكل هذاك تولينا نعملوا كيما الشكل كيما في السره، يلزم الفوفه في الكومبريس ولزم نداويوها في الصباح وفي الليل كما ما ديويناهاش معناتها تشيح عليه تولي توجع تقرص وتولي تقرص فيه فهمتني. والا مبلول يسمك تبدل له. وابو خليف مثلا المونت اللي تعمل هكا نمشي للغاز يعني على خاطر بالحق الصغار يتولدوا بالغاز ديما مسيك انت تلقاه معذب والام تبدا مشلحته ومشوشته على وليده يبدا يبكي كل شيء. اذا كان شنو من الحاجات الاخرين النجم نعملوا، نقول لك تغلي ما نعرفش برشا حشيش وبرشا حاجات ما نغليوش برشا. انا من النوع اللي ما نغليش برشا حاجات، ما نحبش الحاجات التقليديه برشا، اما نغلي شويه بسباس ونعطيهم كعب بيان سور سبع كعبات نغليهم ونصفيها. صار سبع كعبات مش بالحفنة بي من باك كارونجور عنده هذوما اللي قبل اللي عندهم كارونجور هذوما داكورت اي اي سبع كعبات نغليهم نحصلهم نغليهم نشربهم له ونقلبوا على كرشو ونعمل له هكا اي باش يدور له الغاز كي نقلبوا على كرشو يدور له الغاز ونضربوا من التالي هكا بشويه على اي ساعات نخافوا كالقلب هذيك نتاع الصغير باش تقلبوا تحطوا على كرشو. باش تحطوا راسه هوني وبدنوا على يدك من هنا وتعمل له هكا فيها حكمه الشده هذيك. ايوه هو يدور له الغاز يتنفس يرتاح يرقد على روحه. اذا كان ما فماش هذا الكل وقت بحاجه، واذا غلق الكارونجور يكون استانس بحاجه مثلا تهزه هذه عادة ياسر ياسر الحقيقة خايبة هي محليها فيها برشا حنينة خاطر صغيرك تحطه على صدرك هكية تتحنن عليه انت تاخذ من عنده حنينة هو زاد ياخذ من عندك حنينة يستانس يولي يبكي كيف تسيبه يستانس كي تحطه ولي يبكي يعرف ايش الهزان ويعرف الحطان ولي ما عادش نجمة فما اللي يستانس كان وقت النوم يزمك تهزه فهمتي. عندي مثلا ولد ناس فهمتي يرقد كان وقت اللي بدور بيه. سامحني خليني نقول لكم اللي العايده حديد راهي ام انس بن مالك ونشرفوا برشا برشا بها. او باش تحكي لنا تو على انس خنار انس ملي كان بيبي، احكي لي كان بكي ولا لا؟ عطيني قل لي انس كان بكي برشا خاطر تنس بالدلال هو الوحيد ربي يفضله عائله كامله عائله كامله ما عندهم شي صغير جاء انس الصغير دونك عملت معاه ليزاسيوس هذوما الكل على البكي. عذبني برشا انس. اوكي انس هكا انس بكي برشا برشا برشا، ولكن علاش خاطر كلهم يهزوه
نهبطوا انا تهزوا ماماتو تهبطوا ماماتو تهزوا عمتو الله يرحمها تهبطوا عمتو تهزوا بنت عمتو ما فماش كون يقعد في اليد مدلل برشا انا استربى هذيك علاش احنا ننصحوا زيدا لماما هما راهو ايش نقول لك نسيت وليت بالحق ياسر تتخادم وماهيش ماهيش وقتها كامل مع ولدها دونك هذيك علاش كي تعطيه مثلا بحذا ماماتو ولا بحذا اي واحد من العائله باش يشدوا لها تنبه عليه الهزين اللي بجاه ربي راهو محلاه صغير يبدا قاعد في البارك نتاعو والا في فرجه ولا في الريلاكس نتاعو ولا في الكرسي يبدا شيخ هكا ولا شيخ يبدا شيخ مش لازم نسنسوه لا ما نسنسوهش الا سنسناه وحنا رانا داكوغ هذيك زيدا هاو في بالكم راهو يولي لك يبكي وتبدا انت شبيه 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 هو راه شيء ما بيه الا على الهزين تهزو يسكت تحطو قوم يبكي هذا البيبي اللي يبدا بعد 40 جور بعد 40 شهور بعد 40 شهور يستانس باليدي ما عادش يحب يقعد باليدي داكوردو دونك قلنا عن البسباس اي وعن شاشه الكولد مونت في ساقي في كرشو ديما لابس كلاستو ما ينحيش كلاستو حتى في الصيف سامحني معناها في الصيف عاد فما كليشوت تخفيف هذوكم اكل خيط اي محلاها الخيط هذوكم فهم اصلا لبسوه خيط ما لبسوش على النيلون ما يساعدوش بيبي هو أيوة. مش فلوش حاجة فيها سنتيتيك من أصلا بكري كنا نلبسوا لي شوسون معناتها صوف اللي كنا نعملهم كروشيه هكا اللي صغرونين محليها في الصيف نخدموه بالكروشيه بالخيط فهمتني طولت شوسات ما ينحيش بيزون بيبي ما يتربلكش بالغاز كي تجيبها بالكلاس وفما أميت زادة تلكفت برشا لا معني هات ياسر تلبس وكل تبدا خايفة من الغاز قلك خليه محفوظ ومغطي والكل إذا كان غطيته برشا ولا فيته برشا استانس باللفاء على الأقل حاجة يمرض لك أيواش ولا خليه فرهد ماذا بيك وقت تلقى سميشة تخرجوا تحطوا ساقيه في السمش وفي البوسات متاعه ولا في الكرسي متاعه هذا في السمش هذاك اللوطاني هذاك فيتامين دي يصلح للبدل البيبي برشا ويبدا منعوش محليه ما تقولش ما نخرجوش لا بالعكس تقولش ما نحطوش فكسم لا مش راسو انت ولا شبو على راسو تحطو شويه سقيه وبدنو في السمش هذاك باهي ولو حتى عمرو دو موا خرج مثال شيء يخرج صغير ويخرجوا الفو باش بدنو هو بيدو يستانس بالفضاء الخارجي ولو حتى في الشتاء خرجوا كان يستانس باللكميت مشى تلكمت ما عادش اي حاجه يمرض اي نفس يمرض اي هواي يمرض صحيح يعطيك صحه مامي ميرسي بوكو باش تكون معنا راك ديما ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله يعيش كل مره هكا نمسو حويجه اليوم انا دخلنا عملنا دوزونا اليوم دخلنا على التلكفيت على خاطر زاد مين على الشتاء دونك يلزمنا نقراو حسابنا مع صغيرنا كيفاش وتبدا دار شوفي سورتو كي باش يخرج وشي هذيك زاد نقراو له حساب والبانو نتاعو كيفاش يتعمل خاطر عنده خصوصيه في البانو في الغسيل نتاعو البيبي اكيد اكيد 40 جور الاولانيين وبعد شكل قبل بعد السره تولي غسيل نوع اخر داكوغ فوالا دونك مامي باش تكون معنا ان شاء الله كل يوم كل يوم نعملوا استيوس كل يوم نحكيو بليتو على حكايه تهم وليداتنا ميرسي بوكو يعيشك يفضلك ادما ان شاء الله ان شاء الله قدرة ربي غدو نتقابل ان شاء الله يعيشك داكوردو يلا فاصل نرجعوا لكم هزيت الحمل ورضي ونسيت حتى ناسي يا قلب يا قلب يا قلب دهر غدا يا فم Call me Mr. Bombastic, call me fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Road. IFM, la plus belle radio. Ntouma tasmaou, fil mada wajiha, ma wajiha Jandoubi, ala IFM, ahla radio.
11:33 دقيقة. من حقي كلمة ذي ياسر نحبها. فما من حقي نقرأ، هذه مبادرة متميزة أطلقتها جمعية إنماء للتكافل الاجتماعي والعمل التنموي، والهدف منها توزيع الكراتب وكل مستلزمات متاع القراية للعودة المدرسية إن شاء الله باش تكون غدوة، كان عشان التلامذة اللي موجودين في عدة ولايات داخل الجمهورية، كما مثلا عملوا في منوبة، في سليانة، في بن عروس. باش نحكيوا عليها أكثر المبادرة هذية، معنا رئيس الجمعية سي محمد أولاد حيلة باش يحكينا في جمعيتي. صباح النور سي محمد. صباح النور مدام وجيها، وشكرا على الاستضافه. يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك. نحن الغبغيك هذيا راهو نحبوا نحكيوا على جمعيات، على خاطر ياسر نفرحوا كيف نلقاو ناس كيف سيادتكم تخموا في الـ في الـ في الناس اللي يمكن ما عندهاش برشا حاجات، معناها نقصتها برشا حاجات في حياتها، كيما مثلا تاو المستلزمات هذيا نتاع العوده المدرسيه. دونك نفرحوا ياسر كيف نلقاو ناس كيفكم انتم عاطين الجهد والوقت باش تعملوا العمل هذايا الخيري اللي احنا ياسر نحترموه. دونك انت تحكي لنا اكثر عن المبادره هذه. الحقيقه هي السنه الثانيه نقوموا بها مبادره من حقي نقرا. كانت بدايتها انه ديما كما نلاحظوا السنوات الاخيره ثم انقطاعات كبيره على الدراسه، والحقيقه برشا من الناس ماشي في بهم انه القطاع المدرسي قائم على انه التلميذ ما يكونش هو ناجح ولا فشل المدرسي. لا، الحقيقه اغلب الانقطاع المدرسي هو تلقائي. اش معناها تلقائي؟ يعني تلميذ ما يوصلش يكمل قرايته خاطر عنده سواء مشاكل عائليه بين البول وام، والا خاصه مشاكل اقتصاديه. نحب نعطيكم احصائيه مفزعه اللي هي نتاع 2019، ثم 101,000 تلميذ انقطع على الدراسه. في الخمس سنوات الاخرانيه 526,000 تلميذ انقطع على الدراسة، يوميا 282 تلميذ انقطعوا على الدراسة. هذا ما تصريحات السيد الوزير السابق سي حاتم وزير التربية السابق. من الاحصائيات هذوما زيد نحكيو كان نمشوا في الاحصائيات اللي عندنا 402 مدرسة بلاش ماء. هذا وضع التربوي عندنا في تونس، معناتها باش نبداو واضحين معناتها. لا، هي وضعيه مزريه وشفنا على عينينا وقابلنا وزرنا ويتعداو شيء معناها في التلفز، واللي بالحق يلزم القطاع هذا راهو ينهض وقيت 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 باش القطاع هذا يرجع للبريق نتاعو، على خاطر المدرسه العموميه هي اللي كونت وهي اللي ربيت وهي اللي خلقت اجيال باش تبنت البلاد. دونك عيب ياسر كي تعطي كيف نسمع معناها ما اعداد كيف هذيا نتاع مدارس ما فيهاش ماء. كيفاش ما فيهاش ماء؟ مالك كيفاش زادم انت تاو على مدرسه معناها في 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 وقت نتاع امراض وكورونا والكل، اش معناها ما فماش ماء؟ معناها صغير ما يخسرش يدي، معناها ما ينظفش، معناها يمس اي حاجه ويحط يده في فمه، ما تجيش بصراحه حاجات كيف نظم ما تجيش. دونك الجمعيه هذه تظاهر هذه كما قلت لك انطلقت عام الاول، عام الاول الحمد لله وصلنا امنا 100 تلميذ. كيف صنع عملنا طموح كبير، حابين نمشوا 500 تلميذ، لكن صعوبات كبيره في جمع التبرعات. نظرا فيش الصعوبات تمثلت؟ قول لي، خاطر انا نعرف التونسي راهو قلبه ياسر رحيم ويحب يعطي. الصعوبات كيفاش؟ أول حاجة حتى الفضاء التجارية قبل العام اللي فات برشا تجاوب السنة بحكم انتشار وباء الكورونا، برشا الفضاء التجارية حبت تبعد عليك. معناها أنتم تمشيوا الفضاء التجارية وتمشيوا المكتبات وتعملوا ديكوليكت من عند أصحاب المستلزمات هذه. المستلزمات كيف السنة تنقلنا الأسواق، برشا أسواق يعني أسبوعية تنقلنا، برشا بلديات الحقيقة خافت من الازدحام. قلت لك العملية مدام وجهها سنة صعيبة برشا. نجول التبرعات المالية والعينية، عام الأول كانت خيرة برشا الحقيقة، عام الأول حتى الوضع الاقتصادي سواء حتى العباد اللي نقول احنا متوسط العيش ولا الأحسن شوية، سنة برشا التزامات كبيرة. لكن رغم هذاك سنة كيف وصلنا ل 200 تلميذ الحمد لله. معناها سامحني بخلاف أنكم أنتم تمشيو تدقوا على البيبان، عندكم مثلا باش فيسبوك، عندكم ديزافيش يتعلقوا باغ إكزومبل في المكتبات ولا في أي سبيت بوبليسيتي نعملوا به، نلاحظوا زاد في الإعلام نحكيو على التظاهرة. اما كيما نرجع نقول لك برشا حتى برشا جمعيات اخرى صديقه نفس المشكل، السنه مختلف برشا على العام الاول، معناتها برشا وضع صعيب، حتى العائله بيتها تقول لك انا مش قادر نوفر لصغاري معناتها باش نتبرع. مش معناها برشا الحكايه هذه، حتى كان عام الاول يتبرع يقول لك انا السنه الحقيقه ما وصلتش، لكن من هذا ما يمنعش انها برشا عائلات تبرعت معناتها باش نبداو واضحين. السنه وجهنا عام الاول خدمنا على الحالات الاجتماعيه. السنة لا، مشى توجيهنا كما كنت نحكي لك على الوضع الصعيب نتاع المدارس، مشينا مباشرة للمدارس.
تكفلنا بزوج مدارس في سليان كانت البارح الزياره لولايه سليان بالضبط مشيتوا البارح شفنا تصاور مشيتوا غادي مشينا لزوج مدارس في معتمديه العروسه هي مدرسه رميل ومدرسه باطن الزبايب وكما كنت تحكي مدام واجهه نحكيوا على مدرسه ما فيهاش ما تعرفش معناها ما فيهاش مرافق صحي معناتها لا المعلم ولا التلميذ قادر يستعمل بين قوسين التواليت والمدارس هذه تبعد 25 و30 كيلومتر يعني نقولوا احنا مدارس مطيشه في الاخلاء معناتها التلامذة هذوما ما وصلوش مرحله الجيل وغسل اليدين تحكي في العروسه انت اي في العروسه في وليت سليان صحيح كيفاش باش يعمل انت طفل صغير ما عنده مسرح محلي سامحني ما انا مشيت خدمت انا سنين عنده مسرح محلي معناها ناس واعيه وناس مثقفه في العروسه المدينه اي هذوما عماد ميلتا مع العروسه يعني هي تتبع نظر العروسه ما تبعد عليها 20 كيلومتر 20 عمادة. كيلومتر كيف مثلا بطن الزريب المدرسه كامله قسم يقراوا فيها من سنه اولى سنه سادس كيفاش باش نحكيو على التباعد الاجتماعي وتنظيم الاقسام خاطر القسم في المدرسه ما فيهاش صور التلامذه يجيو على 3 4 كيلومتر البارح الحقيقه نفس المشكل تتعاود احنا ما عندناش ماء وانتم تحكوا لنا على الجيل معناه انتم مشيتوا باش تهزوا ادوات مدرسيه لقيتوا رواحكم تحكيوا على مشاكل اخرى صحيح على ذلك علاش اليوم حبينا بالحق بالمناسبه انه كان ثم عباد تسمع فينا في افام موجودين ناس موضوع بتبيع. الجيل موضوع الجيل هو برشا مدارس ريفيه تستحق الجيل وباقيين يتصلوا الحقيقه باش نعملوا على الدوله ولا نحملوا مسؤوليه للدوله تضيع الصغيرات احنا تو مشكلتنا الصغيرات ليه حتى الدوله يلزمها زاد تحمل مسؤوليتها لكن ما يسالش كيف يعاون زاد المواطن ولا الناس اللي في مقدورها انها تشري كميات مهمه هكا من الجيل ويتبعثوا للمدارس هذوما صحيح خاطر الحقيقه برشا معاناه تاع الجيل وكما قلت لك ما عندهمش وسيله تنظيف يعني لا ينجموا ينظفوا ولا هو قادر يرجع للدار وخاطر يبعد 5 و6 كيلومتر على الدار يعني هو يا يجي المدرسه يا يرجع واحده منهم هذاك الحل الوحيد معناتها ما ينجمش يتنقل عنده لمجه ما عندوش لمجه سي في جا المدرسه يا يرجع في اخر وقت بوه يهزه يا ما يجيش جمله معناتها هذا الوضع الحالي بن عروس كيف خدمنا فيها برشا عائلات ان شاء الله نهار ثلاث غدا معناتها تكون منوبه غدا باش يكونوا موجودين في ولايه منوبه وين بالضبط عندكم منوبه في باش نمشوا في سليمان الكاهي باش يتم استدعاء العائلات وتوزيع المحفظات عليهم ان شاء الله. و300 تلميذ قلتوا انتم ولا 500 تلميذ عموما احنا توصلنا ل 100 تلميذ حاليا مبدئيا. وغدوه قداش حاجتكم؟ مازال برشا. دونك مازال برشا. طول توا باش نرفعوا نداء يا خويا للناس اللي يهمها سلامه صغيراتنا ويهمها وليدات تدخل تقرا وتتعلم ويولي عندها مستقبل دونك يفضلكم الناس اللي تقدر تنجموا تعاونوا جمعيه اعطيني العنوان واعطينا تليفون باش ينجموا الناس يتصلوا بيكم الجمعيه هي في الباج فيسبوك هي باللغه العربيه جمعيه انماء للتكافل الاجتماعي والعمل التنموي فرع مطه فرع تونس ثم رقم الهاتفي اللي هو 51 09 خير عاد ماكش حافظ 06 استنى 51 99 ايوه 06 81 51 99 06 81 هذا رقم الهاتفي والا المقر نتاعنا اللي يعرف المروج في المروج كات الترمينيس ون الترمينيس تاع المترو معناتها نعاود النمر التليفون الجمعيه اسمها جمعيه انماء للتكافل الاجتماعي والعمل التنموي في تونس موجوده في المروج الرابع بالله يعطينا حتى وين روينا حتى بنقول بحذا مثلا ما نعرفش انا ترمينوس اخر ترمينوس المترو المروج الرابع والا تتصلوا بهم على تليفون 51 99 06 81 فوالا عايشك مدام وجيه عندي مساج فقط نحب نوصلو وبالحق التلامذه هذوما مستقبلنا نحبوا ولا نكرهوا اكيد وكان نرجعوا جمعه التالي الحادثه الارهابيه هذوكم كانوا اكيد كانوا تلامذه وما كانش ثم مجتمع حاط بهم ولا ثم عباد فهمتهم نحاولوا احنا على الجاي خاطر صحيح تو احنا وصلنا لمرحله معينه مع انتشار الوباء ماذا بينا التلامذه هذوما نحاول ماكس نعاونوهم اليوم كتعاون صغير ركودو باش تعطي امل الام وابوه في منطقه ريفيه ما يسالش كتاب من عندك كراسه من عندك دبوزه جيل شوي معقمات شوي جفال حاجه بسيطه فعلا. لكن امل كبير عندهم هما والحقيقه برشا عائلات مشوا معانا متطوعين تفاجئوا بالماساه خاطر اللي يشوف في التلفزه بيجي حتى شيء كي تشوفه في الواقع قدامك دونك الناس الكل اللي تسمع فينا كيف ما قال لكم راهي حاجات بسيطه
ما تاخذش منكم برشا مصروف، ما تاخذش منكم برشا وقت، شويه كرارس، كرتابه، ستيلويت، شويه جيل، شويه مواد نتاع تنظيف، هذا كل راهو من عندك انت حاجه صغيره، لكن هي راهي حاجه كبيره برشا برشا برشا، وباش تنفع كيف ما قال لك مناطق داخليه وحتى في مناطق راهو في احواز العاصمه، رانا شفنا معناها شفنا وعلى غالب يلزمنا نقفوا لبلادنا تحب ولا تكره بالحاجات البسيطة هذوما باش ما نخليوش بوليداتنا. سي محمد تحب تقول حاجة أخرى؟ مرحبا بيك. الحاجة الأخيرة نختم بها نقولوا أنه تونسي ديما رحيم وديما متعاون، ماذا بينا الناس يكون نقفوا لتونس، نبعدوا على السياسة ونبعدوا على الإصاية في البلاد، عنا بلادنا نحموها الناس الكل وصغيرتها ضم مستقبلنا غدوة، وإن شاء الله تونس ديما خير. شكرا لك سي محمد. نعاود سامحوني جنسيس، نعطيكم نمرو تليفون لجمعية إنماء للتكافل الاجتماعي والعمل التنموي اللي موجودة في المرور الرابع بحث تيرمينيوس نتاع المترو، كان تحب تمشي وتهز معاك مكتب من ربي، سينو تنجموا تكلموهم على رقم الهاتف نتاعهم 51 99 06 81. نخرجوا توا بوب أغنية ونرجع. رجيتك بعد الشقا بدريت تاني لقيتك توسمت فيك الخير وتمنيتك وصبرت يا مصبر توسمت فيك.
يلا غنيو معايا. وهو يما الاسمر يما هو يما الاسمر يما هو اللي سحرني سحرني ودلني هو اللي سحرني سحرني ودلني ودايا من خزرة عيني هو يما حبيبي يما هو يما هو اللي سحرني ودايا من خسرة عيني خمسين دقيقة وما زلتوا معايا في المدام وجهة. والله أنا مصدومة يا عالم مصدومة. رجعنا للسونداج شلقيت 83% لا لا خليني نقول لكم ساعة شنو السونداج سامحوني ليت العبد مش مستانس. دونك السونداج شي يقول سؤال يتطرح كي باش طيب فطورك وتسأل راجلك شنو تحب تاكل شي جاوبك يا إما يقول لك تبراسك وإلا يقول لك على الماكلة اللي يحب عليها ولا يقول لك ما تقرأ ليش حسابي أنا اليوم مانيش باش نفطر في الدار. السونداج متاعنا اليوم إش قال 83% قالوا دبر راسك. يا خويا محليه محليه الرجل محليه قديش يعطيك الحرية في أنك تختار الأكلة اللي تحب عليها وتزين طولتك. ولكن للأسف أنا أقول 90% من 83% ذوما يجي يقولك شنية ذي تتعرفني ناكلها ذي تقدش عنا معرسيم جهرب 24 سنة باقي طيب لي في الماكلة هذي تعرف منكلهاش ويجي بالتليفون يكلم ماما هاني جاي باش نفطر بعدك. دونك سيداتي سيداتي اختاروا دونك الأكلة بتاعكم على رواحكم اعملوا فطوركم حط المسؤولية عليه هو مدام قالك دبر راسك سيكو انتي تدبر راسك. يا يقولوا لي من غاديك كهو الحلقة وفات يا ربي انتم خفيف برشا وانا ان شاء الله نكون كنت خفيفة عليكم فهالساعتين ونص هذوما. ان شاء الله ما قلقتوش منا ان شاء الله لي روبريك اللي اعطيناهم الكلهم نفعوكم وان شاء الله باش تكون فما دي روبريك اخرين كل مره نزيدو نطوروا بشويه بشويه بشويه. نلتقي وان شاء الله بقدره ربي غدوه في نفس التوقيت 9:30 وتو نخليكم مع الستة. هو اللي سحرني سحرني وقتلني هو اللي سحرني سحرني وقتلني ودايا من خسرة عيني هو يما حبيبي يما.
والدهر غدار غدار قاسي وتمنيتك توسمت فيك الخير وتمنيتك وصبرت يا ما صبرت وترجيتك بعد الشقا بدريت تاني لقيتك توسمت فيك الخير وتمنيتك وصبرت يا ما صبرت قلب مازالت الأمطار الرعدية في الشمال والوسط وشوية في الجنوب باش تكون قوية برشا خاصة في ولاية نابلس سوسة مستير مهدية وفي العشية في صفاقس قابس ومدنين الكميات نجم توصل بين 40 و 60 ملم وحتى ل 90 ملم ويمكن معاها تبروري وحتى صواعق يعني تردوا بالكم على رواحكم على خاطر كيف تصب برشا أمطار في وقت قصير نجم تتسبب في فيضانات وتقلق الحركة في السوقان وتنقص في الرؤية المعهد الوطني للرصد الجوي يحط خاصة ولاية سوسة المستير والمهدية على درجة انذار قوية برشا ويوصيكم باش تنقصوا من الخروج كان في الحالات الأكيدة وتستحفظوا على رواحكم على خاطر مع الأمطار القوية هذيا الريح باش تكون قوية سرعتها توصل حتى ل 90 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للحرارة اليوم ما تبعدش على الأيام اللي تعديو تكون أعلاها بين 22 و 27 درجة على المناطق الساحلية والشمال والوسط وبين 29 و 33 في باقي الجهات ونسجلوا في العشية 26 درجة في بنزرت 25 في تونس 24 في نابلس وسوسة 25 في المستير والمهدية بالنسبة للمناطق الداخلية عنا 26 درجة في جندوبة 22 في سليانة والكيف 24 في القروان 27 في قفصة 29 في قبلي و 34 درجة في برج الخضراء. أنا نرجعكم الساعة الجاية بحوال الطقس وانتم خليكم برانشي على EFM بعد شوية موعدكم مع خلود مبروك في 90 دقيقة وقبلها نخليكم مع الأخبار EFM توا نص النهار في تونس ماضي ساعة في فارسوفي. أخبار الاثنين 14 سبتمبر مع إيمان الطيب. مرحبا. مرحبا. تواصل هطول الأمطار بقوة في سوسة والحماية المدنية تواصل في إزاحة الكراهب من الكياسات ومواصلة شفط المياه مديار وأكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للحماية المدنية في سوسة جلول جاب الله. سجلنا كميات جد هامة على ولاية سوسة من البارحة قاعدة الأمطار تنزل ومتواصلة إلى حد الآن. بعض النقاط اللي سجلنا فيها طلبات نجدة سواء معناها في الطرقات اللي ارتفع منسوب فيها المياه في المنشية في الطريق السياحية على مستوى القنطاوي على مستوى رمبوان مليح في حمام سوسة على مستوى أكودة واد جمعون مستوى حي الزهور وجهونا وخيان طلبات نجدة وقاعدين نلبيه في الطلبات هذه وقاعدين نساعد المواطنين معناها والعائلات باش تعبر هالأودية هذه بالسيارات نتاعها اللي علقت هناك. كذلك وجهونا المواطنين في بعض الأحياء يقولون اللي الماء تخلل الديار نتاعهم ما هوش خارج على السيطرة.
هيئة مكافحة الفساد أحالت للقضاء ملفات تضارب مصالح المسؤولين في وزارة التجهيز وفي الإدارات الجهوية اللي يعطيهم في الصفقات الأقربهم. وأكثر تفاصيل مع المكلف بالأعلام في الهيئة وائل لوني فيه. وأفادت التقارير هذه بوجود شبهات تضارب مصالح متعددة في عدد من الإدارات إما الجهوية أو المصالح التابعة للوزارة، أفضت إلى وجود شبهة تتكرر هي إحداث شركات بمقاولات إما تنسب إلى أزواج المسؤولين هذوما أو أخواتهم أو أقاربهم، ويتم الحصول على الصفقات اللي تعقدها الوزارة أو مصالحها الجهوية، وبالتالي هناك شبهات تضارب مصالح واضحة. الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي طالب بإحداث لجنة تحقيق برلمانية بخصوص طريقة إدارة أزمة كورونا، وعبر على رفضه اعتماد البروتوكول الصحي في المدارس. هذا في تصريح المبعوثة إيافي من الندوة الصحفية أميرة العجيلي. أنا نحب نقول لك راهو فما على الأقل يمكن 3000 ونتنجم توصل حتى 300,000 إصابة خلفها، لأنه الإمكانيات التقصي محدودة في البلاد. فأنت وقت تلقى إنسان مصاب عندك راهو عادة ما بين 10 و 100 مصابين أخرين أو حاملين الفيروس وانت ما عندكش علم بهم. الإصابات وبراو ما نحكيوش عليه، نحكيو على الإقامات في المستشفيات في الإنعاش، ونحكيو على عدد الوفيات. عدد الوفيات التوع طبيعي. وبقيت أخبارنا في عناوين. نصاف بن علي تقول أنه أغلب حالات الوفية الناجمة على فيروس كورونا تم تسجيلها داخل السبيطارات، والبقية تم تسجيلها في الديار وإلا وقت نقل بعض المرضى للسبيطارات. تسجيل 13 إصابة محلية جديدة فيروس كورونا في جابس، منها 6 إصابات في جابس الجنوبية و5 إصابات في جابس المدينة. الجناح التونسي في معرض دولي للسياحة في الصين يتحصل على جائزة التنظيم المتميز وحملة ترويجية للسوق التونسية في مطار بكين. أخبارنا بعد ساعة، وتابعوا برامجنا وأخبارنا 24 ساعة على 24 على EFM TV على اليوتيوب.